مبروك بقى بداية طبعا. الله يبارك فيك. ماتش الهلال على نتيجة كويسة والحمد لله أداء كويس. يمكن أنا كنت من الأول أنا عارف إن المباراة فرقة الهلال مع احترامي ليهم، ولكن فنيا نقدر نقول إن هي فرقة متوسطة لأن عندهم أخطاء كتيرة، ولكن اللي عجبني الأداء والنتيجة والإصرار، ودايما الكورة ما بتديش غير المجتهد، وربنا سبحانه وتعالى كافئنا وكافئ فرقة النادي الأهلي بضربة الجزاء اللي أضاعها طاهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال في مباراة صن داونز. هي الناس دايما فاكره ضربة الجزاء بتاعت أطهر الطاهر وناس الطاهر. ضربة الجزاء بتاعت محمد هاني، اشمعنى يعني؟ ما هو يعني لو محمد هاني كان جاب ضربة الجزاء برضو بتاعتنا بتاعت صن داونز هنا كانت الحسابات اختلفت تماما. بالظبط، بس هي دي عشان آخر حاجة، يعني آخر مشهد بتاعت أطهر الطاهر دون هو ده آخر مشهد. لا ممكن ولا عدالة السماء. لا وبرضه هو برضه يعني احنا المفروض نكافئه برضه لان في المباراة الثانية برضه اخطاه وكان في هدفين منه. يعني من عدم التمركز الجيد بالنسبة له، ودي حاجة كانت كويسة. والتوفيق انا من يمكن كنت في احدى القنوات قبل الماتش قلت مهم جدا التوفيق يكون معانا، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى التوفيق كان معانا في كل الفرص اللي جات لنا لاعبتنا، بدءا من كهربا وحسين الشحات، استثمار الفرص وان هم قدروا يحرزوا اهداف منها. في المباريات الصعبه دي بتبقى مهمه قوي ان انت تلاقي اللعيبه الكويسه اللي عندك في حالتها الفنيه بشكل كويس. فالحمد لله نتيجه كويسه حطتنا على المسار الصحيح وحطتنا في مكاننا الطبيعي، لان احنا ما كناش يعني الامور كانت ماشيه باسلوب متشقلب شويه، يعني وضعنا في المجموعه ما كانش اللي يناسبنا ولا يناسب امكانيات لاعبتنا، ولكن الحمد لله بالماتش دون وبالنتيجه دي رجعنا لوضعنا الطبيعي كبطل لافريقيا، وباذن الله نتمنى التوفيق في المباريات القادمه باذن الله. بالمناسبه كابتن خالد، لما بتسمع كده مثلا اراء المحللين او الخبراء او النقاد الرياضيين حتى في الدول الشمال، دايما يقول لك الاهلي بيقدم اسوأ نسخه ومع ذلك يصل للنهائي. يعني اخر ثلاث نسخ النهارده قالوا الكلمه دي حتى بعد مباراه الهلال السوداني، قال لك صعب جدا تقول كل مره الاهلي بيقدم اسوأ نسخه وفي الاهلي في الاخر تلاقي الاهلي في الفاينل او فايز بالبطوله. شايف المعادله ازاي ان الاهلي حتى في بعض الفترات بيكون بيعاني بسبب ظروف ضغط ماتشات، اصابات، غيابات، سفريات كتيره ما بين كاس عالم انديه مع دوري ابطال افريقيا، ومع ذلك بيقدر يتخطى المرحله دي وفجاه تلاقيه في الادوار النهائيه فعلا موجود في الفاينل، المعادله دي ازاي؟ لان النادي الاهلي دايما بنقول شخصيه البطل، والنادي الاهلي فريق بطل، ويمكن اللي خلى النادي الاهلي الاداء بتاعه والنتائج ما كانتش كويسه في دوري المجموعات هي المباراه الاولى مع الهلال 1-0، ودي كان ليها حسابات ثانيه لان كنا راجعين لعيبه كاس عالم كانت قدام مستويات تانية فأجواء تانية، رجعت على بطولة أفريقيا يمكن ما كانش عندهم الوقت إن هم يركزوا بشكل كبير جدا في مباراة الهلال. وكانوا مستنزفين برضو يا كابتن خالد، يعني طبعا أنت واجهت أربع يعني مدارس. زمان كان بيقولوا لو حضرتك تفتكر البطولة الأفرو آسيوية اللي هي كان بطل أفريقيا مع بطل آسيا، أنت لعبت كأنك لعبت بطولة أربع أو واجهت أربع أبطال قارات في فترة لا تتجاوز 10 ايام. بالظبط، مستويات الحقيقة يعني بيوند، يعني ريال مدريد وفلامينجو حتى سياتل ساوندرز واوكلاند فرقتين محترمين جدا، مدارس مختلفة وطرق لعب مختلفة، لعبت اربع جيمز يعني اربع ماتشات، حتى بصرف النظر عن النتيجة انا احط النتيجة على جنب، لكن انت لعبت اربع ماتشات في منتهى القوة وقدمت فيهم مردود كويس جدا. بالظبط، واختلاف الاجواء، انت كنت بتلعب في ملعب يعني انسى، يعني شوف نفتكر الملاعب اللي لعبنا فيها في المغرب وملعب وبعدين ملعب الهلال في السودان، الطقس اللي كنت بتلعب بيه في المغرب والطقس كان في المباراه بتاعت الهلال كانت عامل ازاي، الاختلافات دي اثرت بشكل كبير جدا مع ضغط الماتشات، اثرت بشكل كبير جدا على اللعيبه، ولكن الحمد لله هم جم عدلوا الدفه تاني لما اتحطوا في وضع ان هم لازم يركزوا ولازم يرجعونا لمكاننا الطبيعي. بتوفيق ربنا قدرنا نرجع، ولكن النادي الأهلي دايما بيتمتع بشخصية البطل. النادي الأهلي بيلعب في أي بطولة بيبقى عيب، وأكبر دليل على كلامي أن النادي الأهلي تأهل تاني مجموعة. كل الفرق اللي تأهلت اللي هم الثلاث فرق اللي هم محتملين أن احنا نلعب قدامهم لو استبعدنا صن داونز شايلين هم النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا، يعني ده حقيقي. واحنا في نفس الوقت تركيزنا بيزيد، احنا كل ما بنقرب من الهدف بتاعنا التركيز بتاعنا بيزيد جدا، طموح اللعيبه والدوافع بتاعتهم بتزيد بشكل كبير جدا،
الإصرار والصفات الإرادية عند اللعيبة بتزداد بشكل كبير جدا، بحيث ان احنا نقدر ان احنا ناخد البطولة بتاعتنا بإذن الله.